تم الجاهزية والموجودين معناتها جاهزين على جميع الأوجه وبقلت الإله معناتها باش أهم شيء بالنسبة لي تطوير الأداء نتاع الفريق وبالأداء بتطوير الأداء نتاع الفريق تجي كيف كانت اول مصافحه مع المجموعه عاصفة والله مزيانه برشا تعرفونا برشا ما هذا كونترير مع الملاعبيه كل حسيت فما ترحاب كبير فما تحس بيهم كاني نعرفهم عندي فتره طويله. بيزوز ملاعبيه وقع تعويضهم ايمن البلبولي وكريم العريبي علاش بالضبط؟ <applause> علاش؟ معناتها بالنسبه للبلبولي معناتها تعرفوا المشكلة اللي عنده. ما نعرفوش شنو المشكل بالضبط. ما تعرفش المشكلة اللي عنده ماهوش يدرب. مع نادي افريقي خاطر احنا اللاعبين الكل سواء موجودين في تونس ولا خارج تونس نتبعوا فيهم يوميا تقريبا يوميا في اتصالات مباشره كي سواء مع الزلطران نتاعهم سواء معهم هما. مع هما باش نعرفوا من الحاله الصحيه نتاعهم والحاله النفسيه و الاستعدادات نتاعهم زاد الاستعدادات النفسيه اهم شيء بالنسبه لي فما البربولي الفتره الاخيره ما كانش يتدرب مع النادي الافريقي فبأي حال كنا معناتها مضطرين باش نخلينا عنه رغم انه هو لاعب مميز بالنسبه لكريم العريبي كريم العريبي عنده معناتها كما قلت لكم كما صار على اسمه الاخر نفس الشيء انا بالنسبه لي لو قلت لكم ونعاود نقول لكم اي لاعب ما تلقاش عنده الاستعداد التام باش يكون موجود في المنتخب باش يادي معناتها اقصى ما يمكن لعب. فالافضل يعني أنت هو سي سون شوا ونختارموا معناتها الاختيارات الفضل الدعوه معناها فهمت اه الدعوه معناها ما رفضش توتالمون ما نجمش نقول لك ما مش صحيح فهمتني بقى عنده ظروفه خاصة الفترة هذه اون معناتها تكون معناتها في أتم الاستعداد نجم استعداد نفساني اهم شيء بصراحة وكيف شفوك. ما قلت لك معناتها اي لاعب ماهوش مستعد باش يكون موجود في المنتخب انا بطبيعتي معناتها بصراحة سي نبعد عليه افضل من اللي يجي